ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما كويسين وفي خير وفي سعادة وفي سلام. وحشتوني جدا. النهاردة حلقة ثرية جدا وفيها تفاصيل كتيرة قوي، فما تفوتش الفرصة دي، لان النهاردة هتكلم عن افضل واكتر العطور اللي اتباعت خلال ال10 سنين اللي فاتت لاكتر من دار، منهم نيش ومنهم ديزاينر، العطور بتاعتهم اللي اتباعت اكتر مبيعا حول العالم. والكلام دوت كلام مبني على احصائيات حقيقية، وهذكر وانا بتكلم معاك وايه هي العطور ديت. فلو مش عامل اشتراك للقناة اعمل اشتراك وفعل كمان الجرس عشان يجيلك كل جديد. وهبدأ بسرعة جدا معاكو علشان الحلقة ما تبقاش طويلة قوي. من شركة ديور او من دار او بيت الازياء المرموق ديور، كريستيان ديور، ما نقدرش نقول ايه اكتر العطور اللي اتباعت عندهم بشكل عام، لانه لو بشكل عام وخلال عدد سنوات لا نهائي من ساعه ما فتحوا وبداوا، فهنتكلم عن عطور كتيره جدا. اهمها مثلا الاوسوفاج. الاوسوفاج هي من العطور اللي يعني اتباعت الاو دو تواليت، ريحه حامضيه ليمونيه فوجيريه كده، تم اصدارها تقريبا سنه حاجه و60، ودي كانت من اكتر العطور اللي اتباعت من عندهم. بس مش هينفع، انا بتكلم تقريبا خلال من ال10 12 سنه او 13 سنه اللي فاتوا، ايه هي العطور اللي في كل شركه اتباعت بشكل كبير جدا او في كل دار اتباعت بشكل كبير جدا. خلينا نقول انه العطر اللي معانا النهارده هو عطر ديور اوم انتنس نسخه 2013، ودي النسخه ما قبل الفورميليشن او ما قبل اعاده الصياغه. النسخة دي اظن كانت يعني 2008-2009 انا ما اتذكر، لو مش خيناني الذاكرة، او 2011 حقيقي مش فاكر. لكن فضلت النسخة دي زي ما هي لحد سنة 2013، ما تعملهاش ريفورموليشن. بعد كده اتعمل لها اعادة صياغة من ساعة 2013، ما بعد 2013-2014، وبقت الى حد ما ضعيفة جدا. هتكلم عن ده في حلقة مفصلة، لكن حاليا هتكلم عن العطر اللي عمل مبيعات ضخمة جدا لكريستيان ديور حقيقي يعني فعلا. وبصراحة يا جماعة النسخة بتاعت 2013 دي تستحق كل دولار. الفروقات ما بينها وما بين النسخة الجديدة في فروقات واضحة جدا، لكن النسختين يتحبوا. يعني انت لو شميت ديورو مينتنس دلوقتي اللي هي 2020-2022 هتحبها، 2023 هتحبها برضو ومش هتزعل منها خالص. لكن النسخة دي عميقة جدا، رائحة بقى الايرس الابستيكي ده اللي هو زي رائحة مستحضرات التجميل او المكياج، مع رائحة كده كاكاو، مع دفقات كده من الورم سبايسي، هتحس كده انك انت رجل يعني رجل مرغوب فيه. ده بتاع العلاقات الوقحة التي خارج إطار التحفظ، لا هنا ده يعني جموح مفتوح له العنان. لازم تجرب عطر ديور اوم انتنس لأنه حقق مبيعات ضخمة جدا، ويمكن ده سبب من أسباب أنه بعض دور العطور بتعمل إعادة صياغة أو بتخفف الجوس بتاع العطر او بتخفف العمق بتاع العطر وادائه، لانها عامله حاجات كتير تانية. هي عايزه تصرف نظر الجمهور لحاجات تانية غير العطور اللي بقت حصان اسود وبتتباع بكثره شديده، لا هي عايزه، هي بتعمل عطور كتيره تانية، فعايزه الجمهور يلتفت لعطور اخرى، فبتضطر لعمل اعاده الصياغه او لامور فنيه تانية هبقى اكلمكم فيها بعدين. يعني ده من العطور في ديور اللي عملت قلبان عندهم. العطر برضو اللي اتعمل عليه قلبان خلال ال10 سنين اللي فاتوا انتاج 2016، مش قديم قوي، لكن دوت من العطور الاكثر مبيعا والاكثر حبا وشغفا من السيدات. هو بالفعل يستحق، هو يستحق، ما اقدرش اقول ولا ربع كلمة عليه، وانا بحبه واقتنيته. كان الوجه الاعلامي ليه جوني ديب، الممثل الكبير واللي انا عن نفسي برضو بحبه قوي. وقضيته الاخيرة عايز اقول لك عملت رواج للعطر مره اخرى. يعني هو عطر صفاج من دار كريستيان ديور، من نفس الدار برضو، دي نسخه الاودو بخفار، نسخه الاودو تواليت سنه 2016، عملت قلبان كبير 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 كبير، وكانت فعلا عظيمه، من اعظم العطور اللي عملت اعاده تفكير مره اخرى عند الناس في دار كريستيان ديور. اللي بعديه من دار شانيل، وطبعا خلاص بقى محفوظ انه في حاجات معروفه كده ستاندر، دي عطور بالفعل عملت حركات انتقاليه في عالم العطور. من اكتر العطور اللي باعت في دار شانيل برضو ما اقدرش اقول طول عمرها، لانه عندك مثلا شالي مار، لكن من دار شانيل لا، انت بتتكلم عن عطر يعني ايه، فوكس عليه جدا، عمل مبيعات ضخمه قوي قوي قوي.
وهو عطر بلو دو شانيل. عطر بلو دي شانيل دي نسخه الاي دي بي تركيز الاي دي تي، كان هو اول نسخه، كان اداؤه محترم قوي الحقيقه. عطر من العطور العظيمه جدا الاروماتيك والحلوه، واللي عملت نقله نوعيه ما بين بقى الجريب فروت والبخور وبعض الاخشاب. عفوا شاليمار كان في جرلان، لكن هنا بلو دو شانيل هو من اكتر العطور اللي باعت في شانيل. بعدها على طول برضو كان من اكتر العطور اللي باعت في شانيل هو عطر الور اوم سبورت. ده برضو عمل طفرة كبيرة جدا في شانيل، وباع منه نسخ كتير، ونزل في لانكرات الور اوم سبورت، الور اوم اكستريم. الور اوم اكستريم اكتر مبيعا الحقيقة، عشان ما اكونش يعني خانتني الذاكرة. من دار ايرمس عندنا العطر اللي حصل على اوورد سنة 2007، وهو عطر انا بقول عطر ذكوري، يعني ريحة تعرق الرجل، كأن يعني لو بنتكلم مع سيدة فكأنها تحتضن رجلا كامل الفحولة. يعني هنا تجلى رائحة الرجل في عطر تيري دي ارمس. نسخة الاي دي تي عندي منها 200 ملي كبيرة جدا، وبستخدمها بشكل مكثف جدا، ويعتبر سيجنيتشر للأماكن القريبة، يعني فاهم قصدي، من العطور الحلوة قوي، الحمضية، البرتقال الحامض مع شوية برجموت وحمضيات، بعد كده شوية أخشاب. يعني بصراحة من العطور اللي السيدات بتحبها جدا على الرجل، حلو قوي قوي قوي. العطر بعد كده من دار مثلا زي دار كريد، ما نقدرش ننسى انه من اكتر العطور مبيعا واللي عملت ثورة هو كينج اوف بيرفيوم، اللي هو عطر كريد افنتوس اللي معايا منه عينة، لكن لم احظى للأسف بزجاجة. عطر كريد افنتوس، مشكلة عطر كريد افنتوس اتعمل له عدد صياغة، انا شميته بال 2010، ريحته كانت الاناناس المدخن، وكانت بالنسبة لي مفاجأة. ما تحكمش على كريد افنتوس النهاردة، احكم عليه من 12 سنة. كريد افنتوس من 12 سنة انا بالنسبة لي وقعت على ركبي، ايه ده؟ يعني ايه اناناس مدخن؟ بتهزروا يا جدعان ولا يعني ايه ده يعني؟ واخد بالك، كانت ريحة غريبة جدا بالنسبة لي، وكانت ريحة حد يعني من الطبقات المخملية يعني جدا جدا خالص فعلا يعني. فطبعا للأسف تم إعادة صياغته، أصبح ما بقاش مدخن زي الأول، أصبح فريش قوي، وأصبح أداؤه كمان سيء مع ارتفاع سعره، فأنا شايف إن هو مش من الحاجات اللي تستحق. أيضا من العطور اللي من جرلان عملت ثورة في عالم العطور، وكانت عطور الشباب ما بعد سن 30 عام، كان عطر الحقيقة اتكلمت عنه مرارا وتكرارا أيضا، هو عطر لينستانت من جرلان بور أوم للرجل. هو عطر هي النسخة دي اللي هي الحواف السوداء، اتغيرت بقت إزازة عادية جدا، ما اتغيرتش الريحة قوي. انصح جدا بيها حتى الجديدة، وسعرها رخيص بالمناسبة، يعني ما اظنش انها تتجاوز $80. عطر الانستانت من جرلان اليانسون النجمي مع شوية ليمون دافئ كده، لا يعني عامل حركات حلوة قوي في العطر، كان توليفة جديدة في ذاك الوقت. هذا العطر من اكثر العطور مبيعا، وحلو قوي في جرلان، ومدرسة جرلان مدرسة تدرس الحقيقة. من جرلان الى دار احتار الناس فيها، بتعمل عطور ريحتها صناعية، بتعمل لا بس لا شك طبعا هي بتستخدم مواد الى حد ما مش غالية قوي، مع ذلك عطورها بتتجاوز من $100 ل $120، مش رخيصة، لكن بنعتبر انه السيل من العطور اللي عندها 800,000 اصدار، يعني حاجة سيل كبير جدا. ومع ذلك هقول لكم العطور الاكثر مبيعا خلال السنين اللي فاتت. طبعا عطر روز فانيليا كان من العطور الاكثر مبيعا حول العالم، لا سيما دول الخليج العربي حبت العطر ده جدا. عطر ده مصنف نسائي، لكن الرجال تستخدمه لانه الفانيليا القاتمة مع الورد فيه ادت ايحاء بالعود، ولذلك ده من العطور اللي انا يعني ايه بحبها وبستخدمها، وبستغرب لما الناس بتقول اصله حريمي واصل بتاع، لا العطر عربي خليجي جدا، يعني واخد بالك، من العطور صاحبة الاداء النووي والرائحة السويتية التي تفضلها الناس، وبعدين مع الدخان والسموك حدوتة تانية. يصدر عطر اخر من قريب من سنوات قليلة، وهو عطر ريد توباكو، وهو برضو من العطور الاكثر مبيعا خلال السنوات اللي فاتت من دار مانسيرا. عطر رائع 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 جدا، وعطر تبغي لكن لا انصح بالشراء الاعمى، العطر جدا قاسي جدا قوي، يفضل انك ترش هذا العطر في اجواء باردة جدا، ولو ما استحملتش هذا العطر فيفضل انك ترشه على هدومك قبل ما تخرج، على الاقل بوان اور، انك ساعة على الاقل لحد ما يوصل للدراي داون. الدراي داون بتاعه لطيف قوي قوي قوي.
نيجي لبيت أزياء مرموق الحقيقة، والذي من بعد كورس الذي باع كورس باع مبيعات فخمة وضخمة جدا بالتسعينات على ما أتذكر، كانت رائحة مسكية أنيمالي كده شوية. لكن هنا بنتكلم في السنوات العشر الأخيرة أو السنوات الثلاثتاشر الأخيرة، كان من أكتر العطور مبيعا عندهم عطر اسمه لؤوم. ده كان من أكتر العطور مبيعا عندهم، عطر راقي قوي، عطر حمضي كده، بس تحس كده ما اعرفش، بس هو تركيبه حمضيه مسكيه كده حلوه قوي. لكن العطر اللي عمل حقيقي طفره برضو في عالم العطور وباع عندهم بيع مخيف جدا هو عطر ايف سان لوران لانوي دي لوم من ايف سان لوران. عطر بيجسد رائحه سكس جدا، دي رائحه العلاقات ما بين الرجل والمرأة، العلاقات يعني الناعمة والحميمية والرومانسية، واللي هي ايه بحاجة يعني حاجة سول في سول كده، فاهم؟ ف يعني هو الحبهان بقى مع شوية اخشاب عطرية مع يعني سوفت سبايس خفيف كده، رائحة يعني قلة أدب للغاية. يعني إيف سان لوران من العطور طبعا اتعمل له إعادة صياغة أيضا للأسف، أداؤه خفيف قوي لا يستحق الشراء لو انت من الناس اللي عايزه تخرج وتبقى مفحفحه لانوي دي لوم، كان عايز تقضي يعني مساء سعيد مع يعني سيده جميله، انا لا اظن انه يعني هيفرق معاك حكايه الاداء، يفضل كمان انه يبقى اداؤه قريب من جسمك يعني عشان الامور تبقى تمام. من دار فيرزاتشي، لا شك من دار فيرزاتشي في عطور كتير حققت مبيعات. يعني خليني اقول لك انه عطر زي عطر اوفريش هو عندي، بس ما رضيتش اجيبه في المجموعه عشان ما تبقاش مجموعه كبيره. عطر اوفريش من العطور العظيمه يعني اللي عملت برضه تحقيق، عطر نظيف كده وفروتي حلو قوي، من العطور اللي عملت مبيعات ضخمه. لكن من اكتر العطور اللي عملت مبيعات ضخمه جدا لدار فيرزاتشي وورطتها جامد قوي هو فيرزاتشي ايروس اي دي تي، دي نسخة 2012 أول نسخة تم إصدارها من هذا العطر. عطر الحقيقة ذكوري بس بطابع مختلف عن بقية العطور، عطر من النعناع وبعض الحمضيات، ليهم حق والله، عطر مغري مغري وحلو قوي قوي قوي، ومن العطور اللي عملت أكثر مبيعا وفرقعات ضخمة قوي خلال 12 سنة اللي فاتوا. خلينا نقول انه برضو خلال 12 سنة اللي فاتوا من دار نيشية الحياة يعني صاعدة للغاية، وهي دار نيشانية، خلينا نقول ان هاتسيفات كان الحصان الكسبان الابيض بين مجموعة هاتسيفات، مجموعة عطور نيشانية او باقة عطور نيشانية، يظل عطر هاتسيفات هو العطر المتصدر رقم واحد في المبيعات في هذه الدار، وهو اللي عرف الناس بالدار الحقيقة. عطر يحمل نفس الاجواء بتاعت كريد ايفنتوس من بعيد قوي، لكن في نفس الجوهر، في نفس الفكره، لكن مختلف نوعيا ومختلف فنيا تماما عن كريد ايفنتوس، ومن اكثر العطور مبيعا في هذه الدار ايضا. عطر جورج ارماني، جورج ارماني من العطور من الدور اللي عملت عطور كتيره جدا، لكن خلال 12 عام الماضيه او خلال ال 20 عام الماضيه بالاحرى، خلينا نقول الجورج ارماني بور اوم من اي دي تي عمل طفرة في هذا في 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 هذه الدار. طبعا دي نسخة الاودو بخفة مش بعيدة قوي عن نسخة الاي دي تي، بينما نسخة الاي دي تي الحقيقة ساحرة، مهما عد عليها الزمن ومهما مر عليها الزمن تبقى ساحرة. يعيب هذه النسخة فقط انك ستشعر اللحظات الاولى انك شميت هذه الرائحة من قبل. برضو من باكو غابان، من باكو رابان عطر 1 مليون، عطر 1 مليون هو من العطور اللي حققت مبيعات وطفرات، انا شميته بال 2009 اظن، شميته بال 2009 سحرني، كان بالنسبه لي ريحه جديده وغريبه ومختلفه، وهي بالفعل ريحه ديزاينر لا يختلف عليها اثنين. تعمل منه فلانكرات كتير، دي عينه ل 1 مليون برايف، وتعمل منه 1 مليون لاكي، وتعمل منه 100 1 مليون يعني. وهي عطر 1 مليون، هو عطر مليون دولار فعلا في ذاك الوقت، طبعا دلوقتي بقى مألوف الى حد كبير. في جورج ارماني برضو في مجموعه اسمها الارماني كود، كان في عطر فيها مشهور قوي الارماني كود اي دي تي، عطر جلود وحمضيات كده فوجيري، ومع ذلك حاز على شهره كبيره جدا. لكن مؤخرا اللي حاز على شهره واسعه جدا ضمن مجموعه الارماني كود كان الارماني كود برفومو، دوت حاز على شهرة غير طبيعية وكبيرة، عطر فورم سبايسي دافئ يصلح كمان للشتاء،
عطر عظيم قوي، ولكني افضل عطر من نفس المجموعه دي، ارماني كود ابسليو. ده كان من ضمن العطور العظيمه واللي عملت طفرات. البرفومو ده عمل مبيعات ضخمه جدا في جورج ارماني حقيقه. يعني العطر اللي بعد كده عشان ما اطولش عليك، وهو من دار لاليك، كان عطر رخيص جدا وسعره كان زهيد قوي، لكنه عمل طفرات في البيع عندهم وحقق في الاسواق بتاعتهم مبيعات ضخمه جدا. هو عطر انكر نوار من دار لاليك. عطر انكر نوار لاليك بتصنع الزجاجات والتحف الزجاجيه، ولذلك عامله ازازه تحفه بعنق بكاب خشبي انيق قوي. اتكلمت عنه في حلقة مفصلة. رائحة نادية خضراء شجرية داكنة بنية اللون، وتشعر أنك في أعالي الغابات والدنيا ممطرة مبتلة، رائحة التقاء الأرض بالمطر. هنا دي نفس الرائحة اللي هتشمها. ده نسخة 2011، هو تقريبا معمول 2006 على ما أتذكر، مش فاكر، أو 2000 مش فاكر، و2000 وكام. اتعمل له إعادة صياغة بالطبع، وللأسف أصبح أخف واصبح اداؤه اقل، ولذلك لا انصح بشرائه حاليا. دي كانت مجموعه العطور ايه اللي عملت او يعني حصر بسيط. طبعا في عطور كتير. انفيكتوس في باكو رابان عمل يعني كارثه مبيعات كبيره قوي، لكن انا ركزت على العطور اللي ممكن النهارده لما تشمها برضو تشعر بنفس الايه الارضاء الذاتي، او تشعر انه هذه العطور لو ما امتلكتهاش فلا يجب ان تفوت فرصة وتشمها وتختبرها في الأماكن اللي بتعرض العطور عشان تشمها وتجرب فيها العطور زي فيزز ومزايا وغيرهم. يعني دي كانت حلقتنا النهاردة. أرجو يا رب ما كنتش طولت عليكم، وأرجو تكونوا استمتعتم زي ما أنا بستمتع بكل لحظة بقضيها معاكم أنتوا نخبة العطور الكعب العيلي. فسامحوني إن كنت أطلت. مش هنسيكم إن عندي مش هفكركم إن عندي جروب اسمه أحمد سمير فلسفة عطر، هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن، هو لينك الانستجرام. ولو عندكم استفسارات قولوا لي في الكومنتات، وقولوا لي رأيكم إيه في العطور دي، أو رأيكم إيه لو عندكم إضافات للعطور التي تم إنتاجها خلال 12 عام الماضيين. 12 عام الماضية كان أكتر العطور مبيعا فيهم إيه؟ شكرا جدا لكم يا نخبة. طيب الله صباحكم ومساءكم، دمتم في خير وعلى خير. السلام عليكم.